اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو مجموعة من رواد ومخترعين سوريين ضمن مجموعة من المبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، ومنهم الدكتور إبراهيم تركماني، أخصائي في طب الأسنان ومخترع وأستاذ في طب الأسنان. تماما يا رشا، واليوم رح نتعرف أكثر على المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع الدكتور إبراهيم تركماني، وهو أحد الرواد السوريين. أكيد اليوم رح يعرفنا على أهميتها وأهدافها، وكيف هي المنظمة بتتعامل مع القضايا المتعلقة بالمعارف التقليدية والوراثية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا جزيلا فيك. صباح الخير دائما. سوريا بالإبداع والاختراع إن شاء الله والابتكار. أهلا وسهلا دكتور، ودائما نحن بنقول نحن فخورين بكل إنجاز سوري ضمن السنوات الماضية. يمكن اللي مرق على سوريا كان جدا قاسي، ورغم كل هذا الشيء كنا عم نشوف إنجازات سورية على المستوى المحلي والدولي، جدا يعني كنا فخورين فيها. وحضرتك اليوم أحد الرواد والمخترعين. خلينا نروح للوايبو ونحكي عنه بشكل عام، أهدافه الرئيسية. خلينا ننطلق من فكرة الوايبو، منين إجت وشو هي. هي حماية الملكية الفكرية. نحن بنعرف بالشكل العام دائما الملكية تحتاج إلى وثائق. نحن وقت اللي بنتملك بيت أو عقار فنتملكه ضمن الطابو بالسجل العقاري، وبالتالي هذه ملكية يعني عينية نحن بنستولى عليها أو بنتملكها نتيجة إنه ورث أو شراء. نفس الفكرة إذا منروح على موضوع الأفكار، هي الأفكار يعني ما لها مشاع، هي حصرية لأصحابها، ولحتى تكون حصرية لأصحابها لازم تكون مسورة وموثقة وإلى جهة وصائية تضمن حقوق هذه الملكية. فإذا الملكية الفكرية هي كما يعني الملكية العادية تماما بالمواضيع. من هون ننتقل إنه أصحاب الأفكار الإبداعية ما بيكفي إنه يكون في عندهم الفكرة الإبداعية اللي بيملكها الشخص، لازم يروح لجهة حكومية، جهة منظمية. ونحن بسوريا بالجمهورية العربية السورية الحبيبة في عندنا جهة منظمة لهذا الأمر. طبعا في هي حماية الملكية الفكرية بوزارة التجارة الداخلية. فإذا الموضوع بالنسبة لنا من جهة حكومية وزارية يوجد توثيق لهذه الأعمال. الأفكار منين تجي وكيف؟ دائما نحن بنحكي على الفكر، أحيانا ممكن يكون الغنائي، ممكن يكون الشعر، ممكن يكون حالة إبداعية بالرسم، ممكن بالموسيقى، ممكن يكون حالات إبداعية بالهندسة بالطب. إذا بمجالات الحياة كلها في حالات إبداعية ابتكارية حصيلتها ما بتكون هي عبارة عفوا أرض موجودة ونتملكها ونبني عليها وسجلات، هذا شيء مبين واضح بالنسبة لنا، لكن أحيانا بتكون أشياء ما بيقدر يقدرها حقيقة المجتمع إلا من خلال اختصاصيين بيعرفوا تماماً إنه هاي الأفكار إبداعية. وبالتالي هاي المواضيع بتكون وقت نتجه لأي اتجاه إبداعي عند أي فرد، فرح يكون في لجان مختصة بتقول إنه هاي الفكرة إبداعية ويقروا فيها. فإذا الموضوع فيه له تراتبية ودراسة ووقت بياخد على مستوى العالم لحتى ننطلق. ما بتسمى هذا الحالي اختراع لحتى يكون أخذ الصفة العالمية وبينتشر، يعني في حالات بمجلات بينتشر هالفكرة هاي متخصصة بالاختراع لحتى تاخد فكرة الاختراع طابعه يلي بمستوى العالم انه هذا اختراع ويجب صيانته. كيف نصون الاختراع؟ بوثائق مثل ما حكينا وبمدة زمنية، وبتختلف هاي من دولة لدولة ومن رؤية لرؤية. نحن بالجمهورية العربية السورية في عنا 20 سنة حماية لبراءة الاختراع. شو معنات حماية براءة الاختراع؟ حماية الفكرة يلي هي انه انا اي فكرة ليست هي من باب يعني انه انا عملت شيء، لازم انا هذا الشيء يلي انجزته يكون له مردود اقتصادي. وبالتالي خلينا نقول الإبداع والابتكار والاختراع هو جانب مرتبط بالاقتصاد بجانب كبير، وإلا ما له معنى. إنه يكون أنا عندي أفكار كثيرة لكن على أرض الواقع ما لها جانب اقتصادي تنموي بالبلد. من هون
اجت الفكره انه يكون يعني وزاره التجاره مثلا الداخلي وحمايه المستهلك هي المتبنى الفكره، لانه هو في جانب اقتصادي حقيقه مهم جدا بالجانب الفكري اللي موجود. وبالتالي يمكن هاي النقطه كثير مهمه انسلط الضوء عليها، انه الجانب الاقتصادي وبالتالي تحويل كل الافكار لمنتجات. وهذا الشيء ممكن بالطب نحن نحول لمنتج ويكون تقنيات مثلا، وبالتالي تعمل سرعه بالانتاج احيانا، تعمل افكار جديده تقنيات بيعرفوها الاطباء هن، وممكن تكون لا بمجالات متنوعه تكون ظاهره للمجتمع بشكل كثير كبير ومهم. فاذا موضوع الانتاج بالفكره الابداعيه هي فكره من بتركز عليها بشكل مهم. وننطلق نحن من حماية المستهلك بسوريا لتروح للعالمية. كيف بدها تروح للعالمية؟ من خلال منظمة الوايبو. منظمة الوايبو هي منظمة عالمية لحماية الملكية الفكرية اللي هي موجودة بجنيف بسويسرا، وبالتالي هي بتقيم كل الاختراعات وبتشوف كل الإبداعات الموجودة وكل الابتكارات بمستوى العالم، ومن خلالها بتصير في عندها شيء سنوي مسابقات وجوائز، وبتنتقي من كل بلد على مستوى العالم، بتشوف عدد يعني من المخترعين من المبدعين لحتى تكرمهم بضمن قوائم تصدرها الوايبو. طبعا هي لها قيمه جدا مهمه على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي، وبالتالي الموضوع صار في انتقاء هذا العام 2024. نحن من سوريا ونعتز ونفتخر، كنا مجموعه يعني حقيقه بيرفعوا الراس، انه نحن يعني انا بدي اقول انه كان في من رجالات سوريا ومن نساءها يعني كانوا بحدود النصف، يعني العدد نحن 15 بحدود 7 و8. وبالتالي هذا كمان نقطة جدا مهم انه نحكيها ونسلط الضوء عليها، دور المرأة السورية القوي حقيقة بمجال الإبداع والاختراع، وموجودين بمجالات متنوعة ليس بالمجال الطبي فقط وإنما بمجالات متنوعة. هي نقطة غايب الأهمية لحتى يعني نسلط الضوء على النقطة الإبداعية بالمجتمع السوري، رغم مثل ما تفضلتي حضرتك الحرب الكونية اللي نحن نعيشها والظروف الاستثنائية حقيقة، إنه يكون في تقييم عالمي لسوريا بالوجه الإبداعي وبكافة المجالات، يعني لا يوجد مجال محدد وإنما بكافة المجالات. طبعا لحتى صار انتقاء للشخصيات ال 15 كان في متابعة لنشاطهم كيف تأثيرهم بالمجتمع، وهني شو عندهم حالات إبداعية من براءات اختراع ومن أفكار إبداعية، وعبر مسيرة متنوعة وين هني بيشتغلوا وشو تأثيرهم بمجال عملهم. فكان يعني من القواعد للاختيار، وسموا هالمجموعة هي ضمن طبعا المجموعة العالمية برواد التغيير بمجال الإبداع والاختراع والابتكار. طبعا هالمجموعة هي إذا بتسمحوا لي دخلوا ضمن برنامج بالوايبو اللي هي مثل ما حكينا منظمة عالمية، ليخضعوا لدورات. هالدورات هي طبعا بمستوى عالمي، هي قدمت لهالرواد هذول بشكل مجاني لحتى رفع السوية بالتفكير الإبداعي والاختراع والابتكار. طبعا هذه الدورات نحن سجلنا عليها بشكل اونلاين مفتوحه بالنسبه لنا، كانت لهال 15 شخصيه الموجودين بالجمهوريه العربيه السوريه. وبالتالي يعني ان شاء الله بيكون يعني في عنا خطوات يعني مهمه نقدر ننقل هالافكار هي من خلال هالمتابعات، يعني لنحقق من خلال جمعيه المخترعين السوريين نشاط ضمن يعني انا كاستاذ جامعي اسمحوا لي ضمن الجامعات السوريه يلي هي يعني بتمس طلابنا وهي الجيل القادم يعني نحن مركز عليهم بمجال الابداع والاختراع. فان شاء الله يعني بكون هذا في له حصيله مهمه بالعطاء ان شاء الله. دكتور خلينا نحكي
بالنسبة لكم كمخترعين كمبدعين، شو أبرز الخدمات اليوم اللي ممكن تقدمها منظمة الملكية الفكرية، حماية الملكية الفكرية؟ هلا حماية الملكية الفكرية هي أهم شيء، إنه بتنظم أنا برأيي معرض الباسل للإبداع والاختراع. وإذا بدنا ننظر لهالمنصة هي المهمة جدا حقيقة، هو معرض من الأهمية بمكان على الصعيد الوطني، لسبب إنه يظهر كل العناصر المشتركة اللي هي تكون طبيعة ملتقات، تظهر إمكانياتها وتقييمها، وبالتالي تأهيلها لتكون إنه هي أي الأفكار ممكن تكون اختراع. يعني في عنا حالة إبداعية، في عنا مستوى الاختراع اللي يمكن تسجيله على المستوى التوثيقي يلي بتسمى مخترع، يعني بياخد وبيحصل على براءه اختراع. فالموضوع بالنسبه لنا اذا الموضوع غايب الاهميه هي موضوع معرض الباسل، فهي اول تقدمه واول خطوه مهمه. الخطوه الثانيه والايجابيه حقيقه بحمايه الملكيه الفكريه بالوزاره هي انه بتسعى جاهده لحتى تسجل براءات الاختراع، وهيك هني في عندهم يعني سلسلة من المسؤوليات بتشكيل لجان سرية من باحثين ومن مهتمين بالمجالات المتخصصة، وبالتالي بشكل دوري بصير في تقييم لبراءات الاختراع، ومن ثم تنتقل لموضوع من يعني البروتوكول الاجتماعي لتنقله لموضوع النشر العالمي، وبينتشر لفترة 6 شهور بالمجلات الاختراع العالمية، وبعدها بيرجع بيتقيم من أول وجديد وبيمنح المخترع براءة الاختراع. إذن في مراحل حقيقية يعني بتمر فيها التقييم، وهي بتحاول تربط دائما المخترعين السوريين بمنظمة الوايبو، وهي نقطة كتير هامة. هلا انا بقول انه يمكن التقييم اللي صار من الرواد كان في دور لجمعيه المخترعين السوريين كثير وفضل مهم جدا حقيقه، انه بابراز الرواد بشكل كثير مهم من خلال التعاطي واظهار الوجه المنظم للمخترعين بشكل ايجابي ومهم. وحقيقه كان في له هي السنه يعني نظره واسعه بمهمه لسوريا من خلال النشاط هذا. فجمعيه المخترعين السوريين جمعيه يعني موجوده بالساحه بقوه، وعم تقدر تتواصل عالميا حقيقه لحتى تظهر المخترعين السوريين والمبدعين السوريين والمبتكرين السوريين بالوجه الصح. يعني ما انه عم نحكي بتلميع، لا، هن عم تكون مهمتها إظهار الوجه الحقيقي للمخترعين السوريين. هاي نقطة كتير هامة حقيقة. لاحظنا العدد المهم من السوريين اللي كانوا بالظاهرة، لأنه من قبل ما كان العدد كتير قليل، ولكن اليوم في ازدياد على الموضوع، النشاط حقيقة، ونحن لازم نوسع نشاطنا ويكون العدد أكبر يعني دائما. دكتور، خلينا نستغل وقت معك ونحكي اليوم عن الوايبو. اليوم كيف عم يتم التعامل الوايبو مع القضايا المتعلقة خلينا نقول بالمعارف، بالقضايا الوراثية؟ هلا نحن شاركنا مثلا او التراثية، عفوا، نحن شاركنا بعدة معارض دولية ومن خلال الوايبو. يعني لولا الوايبو ما بيكون في ربط بين المخترعين على مستوى العالم، وبالتالي يعني شاركنا بالصين وبالتالي اخذنا الجائزة. نحن عم بحكي عن اختراعنا، مثلا اخذنا الجائزة البرونزية على مستوى العالم بالصين. بالاتحاد الأوروبي شاركنا باختراع ثاني واخذنا الجائزة الذهبية. بالسنة الماضية اخذنا بال 2023 الجائزة الوحيدة لمستوى الشرق الأوسط من جنيف من الوايبو. فإذا الموضوع في علاقات دائما هي موجودة، ولازم نحن نتوجه يعني بالعمل دائما تجاه يعني الأقنية الرسمية لحتى نقدر نوصل للأهداف تبعتنا، ما يكون يعني علاقة فردية، لأنه دائما الأشخاص هن بيبقوا ضمن يعني المنظومات العلمية اللي هن بتنجحهم وبتوصلهم للهدف وبتفتخر فيها سوريا حقيقة. ونحن اليوم أكيد. أنا بشكر الإعلام السوري
بشكل اخر. ما شفنا اليوم سوري دكتور انه اتسلط الضوء على الموضوع الوايبو ورواد صناع التغيير والمخترعين والابداع والابتكار. اكيد ونحن بنفتخر فيكم. احد الاوجه الحقيقه من الاعلام، الرسائل المهمه اللي حقيقه بتشجع الاخرين. وهذا الهدف اللي احنا عم نتوجه من خلال شاشتكم الكريمه وهذا اللقاء لكل المخترعين والمبدعين، يكونوا على الثقه انه دائما في حدا حتى عالميا ممكن يوصل ويقدر ياخذ يعني التكريم ضمن قوائم مهمه على مستوى العالم. تمام دكتور، احكي لنا عن تجربتك وكيف بتوصفها. هلا انا حقيقه يعني خلينا نقول دائما الواحد يجب ان يكون يثق بنفسه كشخص، ومن ثم بامكانيات من ينتمي لهم من مؤسسات مهمه علميه او غير علميه ضمن منظومات الدوله. وهي نقطه كثير هامه انا بشوفها، لحتى تعرف انه نحن امكانيات عنا ضخمه جدا، وجامعاتنا لا تقل أهمية عن أي جامعات أخرى، وبالتالي تفتح المجال أمام يعني بوابات العلم بشكل كتير كبير. وهي نقطة يعني نحن حققنا أبحاث من خلال جامعاتنا حقيقة، وهذا شيء يعني وصلنا للعالمية، وهذا شيء اللي بيصير لا يمكن النهوض فيه لو ما في بنية تحتية، ولا يمكن لفرد أن يكون بدون بنية تحتية. فإذا البنية التحتية رغم الحرب، لكن نحن مؤسسين بشكل كتير مهم، قدرنا نضل مستمرين، وبالتالي تكون إعمار سوريا إن شاء الله هيك على أيدي المخترعين والمبتكرين السوريين. فإذا الموضوع بالنسبة لي أنا الثقة، والثقة بالمؤسسة التي أنتمي إليها هي نقطة كتير هامة. وبعرف أنه دائما الأمل كما قال سيادته بالعمل، وبالتالي يعني الموضوع بالنسبة لنا نحن دائما في عنا أمل أنه بكرة أحسن من اليوم. وبالتالي هاي النظرة التفاؤلية اللي هي مشروطة بالعمل هي نظرة محققة أنه نأخذ نتائج إيجابية على كل الأصعدة يعني، وخاصة للناس اللي بيفكروا بحالة إبداعية وخارج الصندوق. وهي دعوة لكل، وهو طبعا نحن لا ندعو أنه المجتمع كله يكون خارج الصندوق، لأنه هذا شيء مستحيل. نحن بنشوف أنه الهرم دائما يعني بيطلع بوصل لنقاط كتير حرجي، تصغر العينات دائما، وهذا الشيء طبيعي أن يكون في حدا أول وثاني وثالث، بيكونوا العشرة الأوائل بيكونوا. فإذا الموضوع الإبداعي هو موضوع مساحته بنتمنى أنه تكبر بالتفكير غير منتهي. اليوم الإبداع دكتور كونه عم نحكي اليوم بالمحور الإبداعي، فنحن عم نحكي عن اللامحدود. اللامحدود صحيح، بس العينة نتمنى أنه تتسع إن شاء الله بعدم الخوف والإيمان والأمل يلي ممكن نتملكه نحن. وعم خاطب أنا الجيل الطلاب يعني جيل المستقبل حقيقة، يلي هن يكونوا واثقين أنه أي فكرة إبداعية مع أستاذهم الجامعي ممكن يوجههم ليكونوا بمعرض الباسل للإبداع والاختراع، وبالتالي رح يكونوا ينطلقوا بعد إذا كان حقيقة هالفكرة يلي موجودة. ونحن عنا تجربة يعني بجامعة البعث مهمة مع الطلاب، قدروا يفوتوا من معرض الباسل وروحوا على براءة الاختراع. فالموضوع نحن ما عم نقول إنه بنقدر نساوي كل الطلاب، لأنه هذا الكلام غير منطقي وغير طبيعي وغير عادي، لكن عم نقول الناس المبدعين هني يلي فينا ننتقل فيهم وتكون لهم منصة كتير غايب الأهمية. وأنا بتمنى يعني من خلال شاشة الكريمة أساتذتنا الجامعيين زملائنا الأحبة أنه يوجهوا الطلاب أحبتنا لموضوع الإبداع والمشاركة بمعرض الباسل، وهي نقطة غاية. نحن بدورنا بنتمنى لكم كل التوفيق، ونقول لكم شكرا لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، فخورين بكل إنجاز سوري. شكرا دكتور إبراهيم لحضورك اليوم، أهلا وسهلا نورت صباحنا. شكرا أكيد دكتور لكم، نتشكر حضورك معنا، بنتمنى لكم التوفيق أكيد. شكرا. ونحن بنفتخر فيكم دائما وبكل السوريين اللي عندهم هاي الإبداعات. شكرا لك دكتور. شكرا سوريا دائما، أهلا وسهلا.